إذا أنت بهذا الرسم ديالك واش تلقى واحد الراحة وعندك حياة به جديدة ياك، وتتنسى شوية أنك رجل في السجن. حقيقة تنسى ديما بلا نرى فوسط السجن فلوقيت اللي تنكون فوسط واحد اللوحة، وسبحان الله العظيم الألوان ما حدها تتبدل وما حد كان ولي عود حاجة أخرى، وخا حتى من برا كاع ماشي غير في السجن. شحال هادي وانت تترسم؟ قريبا هادي مدة ديال 8 سنوات. شرح لنا هاد اللوحة اللي رسمتي في السجن واليوم تتعرضها. هاد اللوحة هادي ليماجيناسيون ديالي في واحد لو مومون جي بونسي ا مون بتي فيس كيما جامي في دوبوي سا نيسونس، وانا نعمل هاد علاش تعبر تعبر على طفل كيتسنى في لي بارون ديالو، ولا كيتسنى في واحد من لي بارون ديالو غيجيب ليه شي حاجه، هو بارك في الباب كيتسنى وتعطل عليه. اذا هاد اللوحات التشكيليه هي تتخليك نوعا ما تتخرج من السجن اللي انت فيه وتتنجي للواقع اللي هو الواقع اللي كتعيشه. اذا واش هي راحه بالنسبه؟ هي واحد متنفس، واحد متنفس كبير. هاد القراءه في اللوحه هادي كتعبر على واحد الناس كتعرفهم، واحد الناس شي عندك العائله بزاف، كتوقع في واحد المشكل كما كتشوف هنا هذا كسميتو هذا سد همو، يعني كتشوف هاد الناس هادو ما حتى شي واحد ما باغي تقول شي حاجه، هم بحال اللي ما عارفينش الشعور ديال كيفهموا داكشي اللي كيبغيوه انت، داكشي اللي كتقولوا ما اذا بغيناك تهضرهم هاد اللوحه تهضرها، اش تقول هي هاد اللوحه؟ هاد اللوحه كتقول لك يعني راه هذوك الناس اللي كل العائله هذوك اللي كتسناهم العائله كبيره اللي كتسناها، كتلقى كل واحد كيشوفهاك واحد كيشوفهاك واحد خلق. واحد كيشوف الفوق واحد كيما كتشوف كل واحد وفين المصلحه ديالو.